ما رأيك في زوج يطلق امرأته عبر SMS؟ هل هذا يجوز أم لا؟ ما وش كتب في الاس ام اس اختي؟ في الرساله هذه نصيه، أنت طالق. وتاكد الامر بلي هو اللي كتبها. نعم طيب شيخنا الكريم، إذا لو سمحت رقم هاتفك. مع الاخوه في الغرفه التقنيه يتواصلوا معك. شكرا. شكرا، بارك الله فيك. يسمح. شكرا. طيب اختي الكريمه من مدينه ميلا تسال عن الطلاق بصفة خاصة عبر رسالة نصية، أو بما يقاس على ذلك عبر جهاز تليفون، يعني عن طريق الهاتف يقول زوجته راكي مطلقة، ويقول من ينوب عن زوجته، معناتها الأب تاعها أو أي واحد يكلف بهذه المهمة. الطلاق نوعان، الطلاق الصريح والطلاق بالكناية. الطلاق الصريح انه يكون بلفظ الطلاق، انت طالق. الطلاق بالكنايه يكون بالفاظ التي تحتمل الطلاق، اخرجي من بيتي ويقصد بها طلاق، هذا طلاق بالكنايه. وكل ما لفظ يحتمل لفظ الطلاق فهو طلاق. يسموه الطلاق بالكنايه، طلاق بالكنايه. تقول واحد يقول لمرته ما نسحقكش، هذه ما نسحقش وانا قد نوى بها الطلاق فهو طلاق. يقع هذا الطلاق. الآن الطلاق عبر ماذا؟ عبر رسالة نصية. وعندما نقول رسالة نصية تقدر تكون رسالة مكتوبة باليد. لو كان نرجع سنوات للوراء ما كانش هذا الجهاز الهاتف اللي يبعثوا به رسالة نصية، يبعث رسالة في البريد وتوصل الرسالة، هو يتأكد باللي هو اللي بعتها، وقد بعث الطلاق لزوجته عن طريق رسالة مكتوبة عن طريق البريد، هذا طلاق، لأنه هو اللي يكتبها وأن نوى بهذه الكتابة هذه الرسالة الطلاق. الطلاق عبر رسالة نصية في الهاتف إذا تأكد بأن صاحب الرسالة النصية يقدر يكون هاتفه، معناتها الرقم اللي راهو دخل للزوجة رسالة نصية الرقم تاع الزوج تاعها، لكن هل هو اللي كتبها؟ إذا تأكد يأكد باللي أنا اللي كتبت الرسالة وأنا اللي بعتها فهذا طلاق. فلا يقع هذا الطلاق إلا إذا تأكدنا بأن صاحب الرسالة اللي بعته هو الذي بيده عقدة النكاح. بيده عقدة النكاح، سواء هذه الرسالة نصية بعتها لزوجته مباشرة أو بعتها لواسطة، يقدر يبعتها الوالد تاعها، يقدر يبعتها للأخ تاعها، الوالدة تاعها، يكلف واسطة وبعت هذه الرسالة، قال حول هذه الرسالة أو وريها الفلانة، وريها للزوجة هذه الرسالة النصية، ينعقد هذا الطلاق، لأنه هو اللي قال. أما لفظ الطلاق هو بمجرد أنه كتب فقد تلفظها، مجرد كتب هذا طلاق الكناية، طلاق الكناية معناتها تلفظ هذا الطلاق عبر رسالة نصية فيقع هذا الطلاق، يقع هذا الطلاق. والله ورسوله أعلم.